هناك من وين انت وسمثينج انترستينج اباوت يو اسمي ديما المشنو انا من لبنان من بيروت شي مهضوم اي كوك بطبخ كثير منيح بطبخ كثير عندي هوايه الطبخ يعني بجرب اطبخ قد ما بقدر ببيروت طب الليله تعلمتي شيء تعلمتيه شلون من السيشن اليوم اكثر شيء تعلمته بعتقد بالماركت بليس لانه لاحظت انه نحن كلنا من بلاد مختلفه بس كلنا عندنا نفس المشاكل عم نجرب نطلع بنفس الحلول بس عم نتعلم كيف نحسن حلول بعض مثلا في شخص كان عم بقدم حل للنفايات للزبالة وكان الحل يعني شوي ضعيف ونحن عنا بلبنان أزمة زبالة وطلعنا كتير حلول كتير innovative يعني قدرت ساعدها بقول لها انه هذا الشيء اللي انت عم تقوليه بيثبت بطريقة أحسن يعني قدرنا كتير نتعلم من بعض غير انه قدرنا نحسن أفكارنا نحن مع المتخصصين بالمواضيع اللي نحن عم نحكي فيها بس قدرنا مع غير بلاد نلاحظ انه كتير قراب لبعض نحن بتفكيرنا بتفكير الشباب العربي في نفس الحلول ونفس الأفكار ونفس يعني في نفس المشاكل اللي عم نعانيها فعم نقدر نساعد بعض طب أكتر شيء عجبك أو ما عجبك في اليوم شو؟ أكتر شيء عجبني بعتقد الانتراكشن بين العالم يعني أنا جيت لهون متوقعة كل بلد يقعد لحاله ما يكون في كتير تعاون بين البلاد وهذا الشيء يعني تبين إنه كتير غلط اللي فكرت فيه يعني بالعكس كل اللي جاي من بلد ما بيقعد على طاولة بلده بروح بيقعد على طاولة تانية تقدر يتعرف عليهم وهذا الشيء قليل تنقدر نحصل عليه يعني ببلادنا نحن ما عنا exposure لكل هالشباب الدول العربية وهذا شيء كتير مهم وكتير كتير لقيته نستفيد منه اليوم أو الشيء اللي ما حبيته أو الشيء اللي مثلا اللي بغيره كان عم بقول قبلي إنه بحدد الوقت أنا بالعكس بطول وقت الماركت بليس لأنه هو مجال لنحنا نطور فكرتنا ونحكي مع بعض ونحنا هون كرمال هيك يعني هوليك السيشنز very informative وتعلمنا أشياء إذا بديك theoretical بس نحن هون لنطبق مشروع لنطور مشروع فهيدا الشيء لازم يكون على الأرض أكثر يعني الماركت بليس ما بعرف قد كان طوله بس في عنا كذا شخص ما لحق يحكي نحن هون لهيدا السبب يعني أنا برأيي يتخصص وقت أكثر كان للماركت بليس نتعرف على أفكار بعضنا okay. so, إذا في شيء ممكن تغيريه